One for his team, Stillering. The result of عبد الله حسوني نائب رئيس عصبة الرباط سالة القنيطرة للألعاب الإلكترونية. هذه الزيارة اليوم هي من دعوة كريمة من سفارة الصين الشعبية. الهدف منها هو نحاول أننا نكثروا المباحثات باش نحاول نوقع واحد اتفاقية شراكة مع دولة الصين اللي غترجع بالنفع على الأندية ديال عصبة الرباط سالة. غنحاولوا نستافدوا من الإمكانيات ديالهم من ناحية ديال التقنية ومن ناحية البشرية باش أننا نطوروا الألعاب الإلكترونية في المغرب، نحاولوا ننشروها ونحاولوا نستغلوا السبق ديالهم في هذا الميدان. تنظن بأن هاد المبادرة ما يمكن لا تكون إلا فاء الخير على جميع الأندية ديال عصبة الرباط سالة القنيطرة وأيضا على جميع منظومة إلكترونية بالمغرب. نيمها هالو مرحبا بكم. نحن اللعبة كونر اوف كينز، وهذه الرياضات الإلكترونية صيني في إفريقيا، ونحن في دابا في المغرب مدينة الرباط. أنا صيني اسمي ماشاو جون، الاسم العربي المغرب يحيى، ونحن اليوم نقوم بالنشاط المسابقة وأنا مشارك مع هذه اللعبة. وحاليا الآن يوجد اثنين الفروق المغربي مع المغرب وهم يلعبوا هذه اللعبة للمسابقة. هذا اللعبة جديد وفي إفريقيا، ونحن يمكن متابعة لهذا اللعبة، وإذا أرجوكم متابعة لهذا المسابقة. ومرحبا بكم وتشوف المشاهد. وأيضا هذا اللعبة جديد ومستقبل سيكون قويا، وأرجوكم متابعة لهذا اللعبة. مرحبا بكم. السلام عليكم، معك عمر عباد رئيس ديال الجمعية المغربية للرياضات الإلكترونية IMSU. وفيت حنا يوما حنا عندنا بزاف الألقاب على حساب الباركور ديالنا، منها بطل المغرب في لعبة فالورانت. اليوم عيطوا لنا هنايا المركز الثقافي الصيني من اجل تبادل الخبرات في مجال الاي سبورتس، واليوم جينا باش نشاركوا في لعبه هونر اوف كينغز اللي هي لعبه في سمارت فون في جو موبيل اللي معروفه بزاف سورتو اون شين. وجينا هنا باش نشاركوا وفي نفس الوقت نتبادلوا خبرات في مجال الاي سبور اللي هو من المجالات اللي زعما جايه بقوه في المغرب. دايوغ كلشي ولا كيعرف هذه القضيه هذه، سورتو الجيمنج والاي سبور اللي ديما تيكونوا غاتاشي مرتبطين بعضياتهم. ان شاء الله هاد لا جورني هذه ديال التعارف غتعطي بزاف ديال النتائج لهنا قدام في تبادل الخبرات، وما تقدزيد الا بالاسبور قدام في المغرب. الدعم تيكون على حساب تيكون داخل في اطار البطولات اللي كتنظمها الجامعه، كتنظم بطولات في بزاف ديال الالعاب، ولكن بور لو مومون هاد اللعبه اللي جابوها اللي كاينه اليوم ما كايناش في اطار لي جو اللي كتنظمها، وتنظن من هنا قدام غادي يدخلوها في البلانينغ ديالهم. وبيان سور حنايا الا كانت شي حاجه اكتيفيتي حنا كجمعيه جمعيه مغربيه للرياضات الالكترونيه ديما حاضرين وواجدين باش اننا نكونوا زعما يكون عندنا مستوى تنافسي في هاد الالعاب هادو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم انا مسرور وفرحان جدا، يعني ممكن نشارك مع المغربية والشنوية يلعبوا هذه اللعبة. يعني نحن في الصين لقد موجودة هذه اللعبة من مدة سنوات، هذه لعبة ديال دولية. أنا أول مرة نشارك هذه الرياضيات في إلكترونية، أنا فرحان بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.